انطلقت الدراسة اليوم بالقطب الجامعي الذي يضم المدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، قطب جامعي أول عربيا وإفريقيا، ويعد إضافة نوعية للقطاع. تقول وسيلة بوشارب: القطب الجامعي الجديد بسيدي عبد الله من علي، القطب الذي يتسع لستة آلاف طالب هو بمثابة مدينة جامعية بامتياز، وتحسباً للموسم الجامعي الجديد القائمون على المشروع في سباق مع الزمن لاستقبال الطلبة الجدد في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية للرياضيات. اليوم رانا في مرحلة التأثيث هذا الهيكل فيما يخص الإنجاز، انتهينا منها بنسبة 98%، تم ربطه بكل شبكات الغاز أو الماء أو الكهرباء، وسيدخل في الخدمة إن شاء الله مع الدخول الجامعي المقبل حوالي 3 أكتوبر القادم إن شاء الله. 2000 طالب هو عدد الطلبة المسجلين بالمدرستين بعدما قرر رئيس الجمهورية تخصيص هذا القطب الجامعي حصريا للتكنولوجيا. حتى في القارة الإفريقية ما كانش جامعة أو مدرسة عليا في الرياضيات أو في الذكاء الاصطناعي، فهذه إضافة نوعية بالنسبة كيفاش نقولوا الكارتوغرافي، يعني الخريطة الجامعية بالنسبة للجزائر وكل المنطقة يعني في العالم العربي، خاصة مباشرة بعد البكالوريا. لكن ما هي مكانة البحث العلمي في هذا الصرح الجديد؟ لا يستقيم التدريس إذا ما كانوش الأساتذة والطلبة يعني يواكبون التطورات في البحث العلمي، وإحنا اللي همنا في هذه المدرستين ليس فقط البحث العلمي النظري، لكن الانتقال بالبحث العلمي إلى الواقع الاجتماعي الاقتصادي. فهناك في البرامج نتاعنا إدخال بعد الابتكار، يعني الذكاء الاصطناعي مثلا يعني الابتكار أساسي فيه، والانطلاق من الفكرة إلى الابتكار إلى الحل إلى المنتوج إلى المؤسسة الناشئة، يعني راح تكون حاضنة هنا في المدرستين. المشروع تم تجسيده مع شركات إنجاز أجنبية ومكتب دراسات تونسي احترم بعض المعايير والخصائص في هذا القطب. المشروع هذا هو مشروع حديث على حسب المقاييس الحديثة، مشروع صديق للبيئة، تم اعتماد جانب كبير منه في الطاقات المتجددة، سيتم إنتاج طاقة شمسية من خلال هذا المشروع لتوفير الإضاءة تقريبا بالتناصف مع الطاقة الكهربائية العادية يعني. بالإضافة إلى المدارس والمعاهد، يحتوي القطب الجامعي الجديد لسيدي عبد الله على 6 إقامات جامعية بغرف فردية ومرافق تضمن راحة الطالب. إذن مشروع ضخم يتعزز به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، خدمة لترقية التعليم وتشجيع البحث. خطوة ممتازة، وكيف سيكون المستقبل في ظل تسارع الذكاء الاصطناعي؟ افتتحت جامعة جديدة أبوابها هذا الأسبوع هنا في الجزائر. تعال وانظر لما يمكن لهذه الجامعة أن تغير قواعد اللعبة في التعليم العالي الجزائري. بدأت الدروس في سيدي عبد الله تكنوبول ل 400 طالب لأول مرة في 10 أكتوبر في هذا الحرم الجامعي الجديد. يختلف النظام هنا عن الجامعات الجزائرية الأخرى لسببين. أولاً، ستكون دراسة باللغة الإنجليزية وهي الأولى من نوعها التي تستخدم اللغة الإنجليزية لتدرس هذه المواد. كما يبدأ الطلاب مشوارهم الجامعي بدراسة اللغة الإنجليزية بشكل مكثف لمدة 6 أسابيع قبل الانتقال إلى منهج دراسي يكون 100% باللغة الإنجليزية. ثانياً، الطلاب أنفسهم هم النخبة. بالنسبة لكلية الذكاء الاصطناعي يتعين عليهم اجتياز البكالوريا بمعدل 17.52 في شعبة الرياضيات، وبالنسبة لكلية الرياضيات يحتاجون إلى 16.64 على الأقل. هؤلاء هم الباحثون والعلماء المستقبليون في الجزائر.
إذن كيف تلعب الولايات المتحدة دورا صغيرا لدعم هذه المبادرة الجديرة بالثناء من قبل وزارة التعليم العالي الجزائرية؟ في بداية شهر أكتوبر أطلقت السفارة الأمريكية في الجزائر رسميا مركز البحوث، وهو مشروع مدته 3 سنوات تديره جامعة نوتردام في ولاية إنديانا الأمريكية لإنشاء شبكة من المؤسسات البحثية داخل الجزائر وخارجها، وتشجيع المزيد من التعاون بين الجامعات الجزائرية والباحثين والقطاع الخاص. والهدف الثاني هو زيادة قدرة الجامعات مثل جامعة سيدي عبدالله تكنوبول على إجراء البحوث المبتكرة، وبشكل أكثر تحديداً البحوث الأكاديمية التي لها تأثير على تحسين الاقتصاد الجزائري. After I graduate from this school, this new school, I'm really planning to apply this opportunity in Algeria to really develop this country. I too wish I was 18 so I could be with you here today to learn what you will learn. في الوقت الحالي تضم جامعة سيدي عبدالله 400 طالب، لكن الجامعة في طور التوسع وستستوعب في نهاية المطاف حوالي 20,000 طالب، بما في ذلك مساكن ل 11,000 طالب. تحانينا للجزائر، هذا إنجاز كبير، والولايات المتحدة سعيدة بالتعاون. 400 طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة بعد افتتاح المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي وأخرى للرياضيات بالقطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، على أن يرتفع عدد المقاعد البيداغوجية إلى 1000 مقعد في غضون 5 سنوات. أيها الطلبة، أن المدرسة إنما هي مدرستكم، قد تجهزت لاستقبالكم في أحسن الظروف وأنجع الوسائل وأكمل الخدمات، وأنتم السابقون السابقون إليها، وأنتم أهلا لها، لا لشيء سوى أنكم متميزون في دراساتكم ومتفوقون في جهودكم، ولكم إرادة قوية وعزيمة فولاذية لرفع تحديات كبرى، تحديات تجتازها أولا بلادنا ويمر بها العالم بأسره. نريد لهذه المدرسة أن تصبح نموذجا يحتذى في جودة التعليم والبحث العلمي والتطور التكنولوجي وإطلاق المؤسسات الناشئة التي سيذيع لها صيت وأي صيت. الطلبة الذين سيتلقون تكوينا نوعيا بمقاييس ومعايير دولية أعربوا عن فخرهم بالالتحاق بهاتين المدرستين، مؤكدين عزمهم على المساهمة في التطور التكنولوجي للبلاد بعد التخرج. كان شرفا لي أن أتواجد بهذه المدرسة، فكان شعورا رائعا لأننا أول دفعة في هذه المدرسة، والحمد لله الذي وفقنا لهذا، فهي مدرسة للممتازين، والحمد لله أني كنت مع هذه الدفعة. بالدخول لهذه المدرسة أن أشرف عائلتي أولا، ثم ثانيا أن أكون باحثة وأساعد في خدمة وطني. يعني فخور كوني كنا الدفعة الأولى في هذه المدرسة الجديدة تاع العليا الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله نكونوا فخورين بنا ونطوروا الدولة تاعنا. وتجسيدا للأهداف المسطرة من إنشاء هاتين المدرستين، أبرمت شراكة مع 5 دول أجنبية بغرض تبادل المعلومات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلبة.